وإلى مجموعة من الأخبار المتفرقة، حيث دعا وزير الإسكان والجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت إلى اغتيال بشار الأسد، قائلا إن الأوان قد حان لاغتيال الأسد، الأمر بهذه البساطة. وشبه الوزير الإسرائيلي اغتيال الأسد بقص ذيل الأفعى، معتبرا أنه بعد الأسد يجب التركيز على الرأس وهو في طهران. تصريح الوزير جاء تعقيبا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن عمليات القتل الجماعية التي يرتكبها النظام في سجن صيدنايا، حيث علق قائلا أن أي شخص يقتل الناس ويحرق جثثهم لا يوجد له مكان في هذا العالم. أعلن عمال 5 معامل سيراميك تابعين لشركة خاصة في دمشق، أعلنوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على قلة رواتب. وقالت صفحات إخبارية إن عدد العمال المضربين يصل إلى 9000 عامل، جميعهم يطالبون بزيادة 10000 ليرة على الراتب المقطوع. ويعاني السوريون في القطاعين العام والخاص من تدني الأجور في ظل تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار، حيث يضطر المواطن السوري للعمل فترات طويلة أو اللجوء إلى الأعمال الحرة من أجل تأمين دخل إضافي. أصيب ما يقارب 40 لاجئا في مخيم سودا بجزيرة خيوس اليونانية بحالات تسمم جماعية، ليتم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج. يذكر أنها ليست المرة الأولى ولا الثانية التي تحصل حالات تسمم في المخيم الذي يحوي لاجئين من جنسيات مختلفة من بينها السورية. وجهت النيابة العامة السويسرية اتهاما لأحد أفراد حرس الحدود نتيجة تسببه بوفاة جنين لامرأة سورية حامل. ونقلت صحف سويسرية أن الجندي الواجب عليه الامتثال أمام محكمة عسكرية تجاهل صراخ ونداء لاجئة سورية حامل عانت من نزيف قبل الولادة، وأصر على استكمال إجراءات الترحيل لها. وبحسب المعلومات الأمنية، فإن الامرأة السورية الحامل كانت ضمن مجموعة من اللاجئين الذين يتوجب إبعادهم عن سويسرا وإعادتهم إلى إيطاليا. هذا ووصلت الامرأة إلى إيطاليا، إلا أن الطفل كان قد فارق الحياة. حلقة اليوم انتهت، بأمان الله.